موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، وهو أيضا ذكر من الأذكار، لكنه تضمن دعاء، ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نلحظ هنا وصف أمنا عائشة رضي الله عنها لهذا الذكر بأنه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله فحسب، بل كان يكثر منه. وواقع الناس أكثرهم لا يقوله، ولا بل إنه لا يعرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا الذكر المبارك فيه تسبيح الله عز وجل الذي هو تنزيهه عن كل نقص، فلا يوصف الرب تبارك وتعالى بشيء من النقص مطلقا، ولا يلحقه في أسمائه وصفاته كذلك شيء من النقص، بل أسماؤه حسنى وصفاته علا، ولا يشبه أحدا من المخلوقين تبارك وتعالى علوا كبيرا. ثم بعد هذا التنزيه يأتي التوسل إلى الله عز وجل بالإلهية: اللهم، فهو الإله الحق، وكل ما عبد من دونه فباطل. ثم بعد ذلك يأتي التوسل بالربوبية: ربنا، سبحانك اللهم ربنا. فالألوهية فعل العبد، إفراد الله عز وجل بفعل العبد، والربوبية إفراد الرب تبارك وتعالى بأفعاله من الخلق والرزق والملك والأمر والنهي والتشريع. وبحمدك، متلبسين بحمدك سبحناك، ونحمدك أن وفقتنا لذلك. ثم يأتي بعد الثناء السؤال، انظروا كيف ترتيب هذا الدعاء ليظهر لنا أن فعلا كل دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة معجزة. بدأ بالثناء المتمثل في التنزيه، ثم إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وكذا الربوبية وحمد الله عز وجل، ثم بعد هذا كله يأتي السؤال: اللهم اغفر لي، يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. وهذا هو الدعاء الوحيد الجائز في الركوع، لأن الركوع نهينا عن الدعاء فيه، نهينا عن السؤال فيه، إنما هو لتعظيم الرب تبارك وتعالى. وقولها يتأول القرآن، يعني يتأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لذلك لما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده. من الأذكار أيضا والأدعية، من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع ما رواه مسلم في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس اسمان يدلان على تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص والعيوب، فهو المسبح تبارك وتعالى المقدس المطهر عن كل نقص وعيب، ولا يشبه، وعن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه ونعوت كماله. رب الملائكة والروح، هذا فيه توسل إلى الله عز وجل بذكر الربوبية، لكنها هنا ذكرت ربوبية الملائكة، رب الملائكة عموما، ذكر ربوبية الله عز وجل للملائكة عموما، ثم
خص بالذكر جبريل عليه السلام الذي هو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح فيها. فالروح هو جبريل عليه السلام، ووصف بذلك لأنه نزل بالروح، نزل بالوحي الذي به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كما أن الأرض تحيا بالمطر، فكذلك القلوب تحيا بالوحي، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى يعني حتى الآن كم ذكرا مر معنا؟ كم ذكر مر؟ كم ذكر؟ ما هي؟ سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب في واقع الناس، الناس ماذا تقول في الركوع؟ هذه حقيقة، غالب الناس يقول ذكر واحد فقط، وهذا بلا شك حرمان من الثواب. هناك ذكر آخر أيضا في حديث أبي داود والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. هذا يذكرنا بحديث من؟ الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، ها؟ ابن مسعود. وحديث من أيضا؟ صحابي ثالث، ها؟ حذيفة. تمام، فهذا يدلك على أن هذا الفعل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، تكرر مع يعني مع أكثر من صحابي، يعني تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهذا تفاعل مع الآي المقروء، وليس أنه يريد فقط أن ينتهي من السورة، يريد فقط أن ينهي الجزء أو القدر أو الورد، وإنما يتدبر ما يقرأ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه، هذا موطن الشاهد: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الذكر رقم كم؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت. سبحان يعني تنزه وتقدس، والجبروت والملكوت في أوزان اللغة العربية على وزن فعلوت، مثل الرحموت مشتقة من الرحمة، والجبروت مشتقة من الجبر، والملكوت مشتقة من الملك. فالله عز وجل له الملك سبحانه، له الملك سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، وليس لأحد في ملك الله عز وجل، يعني في الدنيا ليس لأحد في ملك الله عز وجل أمر ولا نهي إلا بما أمر الله وشرع سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، وإلا فهناك من أهل الإسلام من لا يلتزم بشرع الله وهو في ملك الله سبحانه وتعالى، وهكذا ما عليه أهل الكفر أشد وأقبح. لكن المؤمن حين يستشعر أنه هو وما يملك مملوك لله سبحانه وتعالى، فإنه يمتثل أوامر الله ونواهيه فيما بين يديه وفيما يأتي ويذر. وقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت كما قلنا يعني من اسمي الملك والجبار، يعني هذا اشتقاق، كما في قوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني الملك. وقوله والكبرياء والعظمة يعني هو سبحانه وتعالى ذو الكبرياء والعظمة، وهما وصفان يدلان على عظمة الرب تبارك وتعالى وتعاليه وارتفاعه عن كل نقص وعيب. ذي الكبرياء والعظمة. وفي الحديث قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ما معنى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؟ إشارة إلى اختصاص الرب بهما، كما أن الإنسان لا ينفك عنه إزاره ورداؤه، يلازمه دوما، فهذه الصفات ملازمة لله سبحانه وتعالى، فيختص بهما وهو منزه عن الشريك في شيء من ذلك. آخر
هذه الأذكار ما جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت. هذا تقريبا أطول ذكر من الأذكار التي شرعت في الركوع، يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي في رواية. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهو أيضا يقال عند سجود التلاوة. قوله اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، ماذا تلاحظ على هذه الجمل الثلاثة؟ تاني اللهم لك ركعت، ها؟ الإخلاص. كيف؟ وبك آمنت ولك أسلمت. تأخير الفعل يدل على الاختصاص، هو ترتيب اللهم لك ركعت ولا ركعت لك، لكن هو قدم هنا الجار والمجرور اللهم لك ركعت. إذن لك لا لإيه؟ لا لغيرك، لك ركوعي لا لسواك. فتأخير الفعل يدل على الاختصاص في هذه الجمل الثلاثة. وبك آمنت يعني أقررت وصدقت، ولك أسلمت انقدت وأطعت. تأملوا لو أن يعني لو تأملنا فعلا في هذه الجمل، لو أن الذي يقولها فعلا عاش معانيها لتغيرت حياته. يعني إنسان يقف بين يدي الله ويركع ويعترف أنه منقاد وأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، فكيف إذن يخرج من الصلاة ثم يبيع الحرام ويقول أين الانقياد هذا وأين السمع والطاعة؟ فهل أنت تضحك على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك نقول فهم معاني الأذكار والأدعية من أهم ما يكون. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ما معنى هذا الخشوع؟ ما المقصود بقوله خشع؟ سكنت، نعم، وأيضا خضعت وذلت وانكسرت لجنابك سبحانه وتعالى. وهناك تفسير آخر ذكره بعض أهل العلم، أي امتثلت، يعني لا أستعملها فيما يغضبك، لا تستعمل في معاصيك. فالسمع لا أسمع به الحرام، والبصر لا أنظر به إلى الحرام. وهذا أيضا داخل في معنى الخضوع. ولذلك الصلاة إذا ما تفهم المسلم معاني ما يقوله فيها تغيرت أخلاقه وسلوكياته، كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليست الصلاة التي يسهو فيها القلب ولا يفهم ما يقوله. لذلك هذه الدراسة لها أثر عظيم جدا على سلوك الإنسان. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ويقول هذا أيضا في سجوده بنفس هذه الألفاظ، ثبت في حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ما رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع؟ استجاب، يعني استجاب الله لمن حمده. السمع هنا سمع إجابة، ربنا لك الحمد إلى آخر الذكر. وهذا سيأتي معنا غدا، نتكلم إن شاء الله عن الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.